افتتح متحف العلوم والتكنولوجيا الإسلامي قبل سنوات قريبة في إسطنبول. يحتوي المتحف على المخطوطات العربية التي شكلت أول خطوة لافتتاحه. يقدم المتحف لزواره الأبحاث العلمية والاستكشافات في تاريخ العلوم وفي علم الفلك والملاحة البحرية والجغرافيا والطب والكيمياء والفيزياء، كل حسب ترتيبه العلمي والتاريخي. يتميز هذا المتحف بأنه أول متحف من نوعه في العالم، حيث يحتوي الآن على 150 أثراً، وسوف تصل هذه الآثار إلى 800 بعد فترة. يقع المتحف في منطقة جولهانا في إسطنبول على مساحة 3500 متر مربع، حيث تعرض الآثار الإسلامية فيه وتلقى إقبالاً كبيراً من قبل الزوار من تركيا ومن جميع أصقاع الأرض. Kır çiçeğinin ince teninde, o kelebeklerin şal deseninde, can verdiğin bir küçücük ceninde, seni göremeyen gözün eyleyim. Yeşilde mavide, alda sarıda, çiçek çiçek bal toplayanlarda, aklın yetmedi bin bir soruda, seni göremeyen gözün eyleyim, seni göremeyen gözün eyleyim. Sararıp dalından düşen yaprakta, cami avlusunda o son durakta, sararıp dalından düşen yaprakta, cami avlusunda o son durakta, er geç girilecek kara toprakta, seni göremeyen gözün eyleyim, seni göremeyen gözün eyleyim. Neyleyim, 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 neyleyim. Dedikleri şu dar kafeste, sensiz ne şiir var ne de bir beste, azat kapısında o son nefeste, seni söylemeyen sözün eyleyim. Yeşilde mavide, alda sarıda, çiçek çiçek bal toplayanlarda,
aklın yetmedi bin bir soruda. Seni göremeyen gözün eyleyim, seni göremeyen gözün eyleyim. Sararıp dalından düşen yaprakta, cami avlusunda o son durakta. Sararıp dalından düşen yaprakta, cami avlusunda o son durakta. Er geç gerilecek kara toprakta, seni göremeyen gözün eyleyim, seni göremeyen gözün eyleyim. Neyleyim, 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 neyleyim. الله الله. احنا بدأنا بالموسيقى، وانتوا عارفين موسيقى التصوف او الموسيقى الدينية لها احساس خاص وتواجد خاص جوه تركيا بشكل عام، لكن التجديد فيها شيء مطلوب ومرغوب. ويمكن من اكثر الناس اللي اهتمت بده هو ضيفنا الكريم اللي موجود معانا دلوقتي، ساين مسعود ياباش بي افندي هوش جالدنس. مسعود بينورتنا. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم. هذا شرف وعائد. شرف لينا احنا وانك استجبت لدعوتنا وضيف برنامجنا، ده شيء كتير اسعدنا. ويمكن واحنا بنتكلم على ان فعلا الموسيقى الدينيه او الالهيات وموسيقى التصوف في تركيا لها وقع خاص جدا على مر التاريخ من العثمانيين والى الان، فالتجديد فيها شيء وارد حلو يتقبله الشارع بسهوله ولا لا؟ نعم، الناس يحبون الموسيقى لأن الموسيقى هي لغة الملائكة كما يقولون، وهي دائما تدخل إلى القلب بسرعة، وهي التي تجعل القلب فيه فرحا وسرور. عن طريق قناة الموسيقى تستطيع أن يشرح الإنسان وظيفته الأساسية في الحياة. إذا الموسيقى هي لغة سحرية تستطيع أن تواجه الإنسان. مثلا إذا هذا الشعر، في هذا الكلام هناك بعض العبارات الجميلة فيها. إذا عندما تنظر، يقول الشاعر، عندما تنظر إلى زهرة الجبل وهي تنفتح وتبعث رائحة زكية، وعندما تنظر إلى الفراشات التي تنبثق من هذه اليرقة الصغيرة وتطير في السماء، وعندما تنظر إلى عنان السماء، كلها تشير إلى دلالة إلى وجود الله عز وجل. إذا كلها عبارة عن نغمات موسيقية، هذه الطبيعة الجميلة. واعتقد انها كمان بتحبب الجيل الصغير والاطفال تحديدا في الاغاني اللي بتاخد خط التذكره وشرح جمال هذه الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا. يعني انا اعتقد الاطفال كتير بيقبلوا عليها كمان. نعم، الأطفال يحبونها والشباب يحبونها أيضا. إذا يكفي أن تخاطب قلوبهم. الهدف الأساسي هو أن ما هو يخرج من الصدر يندفق على الأسطر، وهذه الأسطر يصطدم بالعيون، وهذه العيون تدخل كلماتها إلى القلب. إذا كل هذه الأشياء من خلال الموسيقى نستطيع أن نصل إلى الإنسان أينما كان، وما هي وظيفته في الحياة، ومن أين جاء وإلى أين سيذهب، ولماذا طبعا خلق وأتي إلى وجه الأرض. كل هذه الموسيقات الإلهية تستطيع أن تشرح لهم وتفتح لهم الطريق للوصول إلى الطريق الصحيح. وطبعا نبارك لكل المشاهدين الأشهر الثلاث، رجب وشعبان ورمضان، والجميع بخير يا رب أمين. طب مسعود، بيلافت نظري أنك اخترت لون الموسيقى
موسيقى التصوف أو الموسيقى الدينية، إمتى تحديدا اخترتها وليه؟ ليه وإيه هدفك؟ اشمعنى؟ الموسيقى الصوفية طبعا لها فترة طويلة دخلت فيها، لفترة طويلة في هذا المجال. طبعا الدخول في عالم التصوف وطبعا التفاعل معها، إذا التصوف هي عبارة عن اللون البراق، اللون النظيف، اللون الذي يبعث على الشيء النظيف. وطبعا يأتي من يونس إمرة وحاجي بايرام ذلي وكل هؤلاء الشعراء الكبار، نحن نقوم بتلحين كلماتهم لأجل نوصل هذه الكلمات السحرية الجميلة إلى قلوب الناس ونهديهم إلى الطريق الذي كان يريد أن يوصلهم إياه يونس إمرة والشعراء الكبار الصوفيين. إذن ونجعل القيمة الإنسانية في المقدمة، في مقدمة موسيقانا طبعا، ونستخدم آلات مختلفة، وهذه الآلات التي تستطيع أن تخاطب قلوب الناس وتدخل إلى قلوبهم بسهولة. إذن كل هذه الأشياء عندما نقوم بها، أن نقوم بترديد أغنية يجب أن نجعلها تصدر من قلبنا، ويجب علينا أن نتفاعل معها لكي نستطيع أن نجعل الجمهور يتفاعل معها كما نحن تفاعلنا معها، ونجعله يسمع إلى هذه النوعية من الأغاني. إذا كانوا بيقولوا على الموسيقى قد تكون لغة الملائكة، وإذا كان هنا قال لي ضيف كريم هو مدير قناة كرال للموسيقى التركية، قال ناقشت مع واحد من أكبر الموسيقيين الأتراك، قال لي إذا هيجي كائنات من الفضاء اللي هنا، فأعتقد اللغة الوحيدة اللي ممكن نتفاهم بها أو نتعامل بها هي لغة الموسيق. هي ليست فقط لغة عالمية للعالم، ولكن لغة للكون، لأن كل مخلوقات ربنا بتعمل موسيقى، الشجر، الزرع، المية، كلهم. أنا هسمع موسيقى تاني وبعدين نعمل مسك الختام. اتفضل مسعود بيه، ياريت. حسن، kalbini bağlı ki bak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. Peki Allah için ne yaptın bugün? Bir akraba sorup soruşturdun mu? Gafleti gayretle yarıştırdın mı? Alnını secdeyle barıştırdım. Peki Allah için ne yaptın bugün? Alnını secdeyle barıştırdım. Peki Allah için ne yaptın bugün? Seher vakti kalkıp vecde daldın mı? Nurlar dalırken bayın aldın. Hak aşkına kalbi şahit kıldın mı? Peki Allah için ne yaptın bugün? İmanla şükredip huzuru buldun mu? Peki Allah için ne yaptın bugün? Peki Allah için ne yaptın bugün? Gönül gözlerini açıp baksana, veren neler vermiş dünyada sana.
ona gönderdin mi bir hamdü sena? Peki Allah için ne yaptın bugün? Bir akraba sorup soruşturdun mu? Gafleti gayretle yarıştırdın mı? Alnını secdeyle barıştırdın mı? Peki Allah için ne yaptın bugün? Alnını secdeyle barıştırdın mı? Peki Allah için ne yaptın bugün? Seher vakti kalkıp vecde daldın mı? Nurlar dağılırken fayın aldın mı? Hak aşkına kalbi şahit kıldın mı? Peki Allah için ne yaptın bugün? İmanla şükredip huzuru buldun mu? Peki Allah için ne yaptın bugün? 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 كل يوم اسأل نفسك علشان ربنا انت عملت ايه النهارده. ده شيء كتير كتير مهم. يمكن مسعود ياباش هو من الناس اللي حبت الموسيقى دي واختارتها عن قناعة، وعلشان كده قدمها بشكل حلو قوي. احنا سعدة جدا وفي بداية الأشهر المباركة يكون ضيفنا علشان خاطر تتعرفوا أكتر وأكتر عن نوع الموسيقى اللي قدمها، ونشكره كمان ونقول له احنا كتير استمتعنا بلقائك واستمتعنا بالموسيقى اللي قدمتها لنا، وبنتمنى لك يا رب أيام سعيدة مباركة والنجاح دايما. شكرا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. إن شاء الله سيكون يوما مباركا، أيام مباركة لكل. وفي هذا المقطوعة كانت هناك كلام علي رضي الله عن سيدنا علي رضي الله، ماذا فعلت لأجل الله اليوم؟ إذن اجعل قلبك مربوطا بطريق الحق لكي لا تدخل في محكمة سيئة في يوم القيامة. إذن يجب أن تختبر نفسك وتخاطب نفسك، تقول ماذا فعلت اليوم لأجل الله عز وجل؟ هل ذهبت إلى بعض الأهل وأوصلت صلة الرحم؟ هل ذهبت وتسابقت في الخيرات والحسنات؟ هل قمت بالتصالح بين الشخصين؟ ماذا فعلت لأجل الله؟ كل يوم اسأل نفسك نفس الأسئلة دي. يمكن فكرنا بهذا الأثر الجميل لعلي رضي الله عنه وضيفنا الكريم مسعود بيه، لكن أنتوا كمان فكروا نفسكم كل يوم. أنا شخصيا دايما بقول بعد ما بشكر طبعا ضيفنا الكريم كل الشكر لوجودك معنا، كل الشكر من أكتر الحاجات اللي أنا مؤمنة بيها جدا هي الضدين. ربنا خلق الضدين لأن بالضدين عرفت الله، وبالضدين تشكل عقلي، وبالضدين سأكمل دربي، لأن مش ممكن واحد فيهم يستغنى عن التاني. أنا بشكركم جدا للمتابعة النهاردة، وبشكر كل ضيوفنا اللي نورونا النهاردة، وبكرة إن شاء الله نتلقى على خير حلقة آخر الأسبوع. إلى اللقاء.